ايغو بونجور. شتي هادي زوين. شحال مره مشاو عندو وما كيمشيو كيمشيو كيقول لك ما كاينش. هي الحفره اللي كنشوف انا درك ماشي معديش. هذيك الحفره هي اللي ضرتني. هذيك الحفره هي اللي حركتني بزاف. هذيك الحفره تسمى حفره. المشكل ديال البنت كانت خدامه معاهم في الفريز هاد الناس اها كيجيوك من العائله كيجيو من العائله ودخالي اها وتعدى لي على بنتي بالخميس داها قال لها راه كاين الخدمه داها تكرفص عليها من تكرفص عليها مشينا دعينا في هنا في قنيطره 2016 اه من دعينا هنا عطاونا الدعوه لحقنا المولي بسلام من اللي لحقنا هذاك الشيء ما بقاش خدام معانا صافي كيقولوا هو كاين وداره رشيرشي السيد كاين موجود موجود وداره رشيرشي هو كيمشي عليا وكيجي عليا هاد السيد ملي كيمشي ويجي عليا ملي مشيت عند الجوندار ديال مولي بسلام قلت لهم السيد كاين عاود معايا قال لي غنمشي معاك ركب معايا مشى معايا ملي وصل لقاه وجد منه ما كاين خوه كيمشي لصبنيه كيمشي لصبنيه قال له هرب عبد العالي ملي هرب ملي هرب تبعوا جدارمي واحد دخل ليا كل الفريز واحد تبعوا بالطوموبيل لا جودان تبعوا بالطوموبيل تخشلوا لا فوكا رجع بحالو من رجع بحالو هاد السيد خل حطنا من حطنا خرجت كرفص علينا قال لك ليا اللي تصوروني صورناه وديناه للوكيل اللي ضرب ضرب اللي اغتصب البنت هو اللي هرس اللي هو اللي هرس باها هرس باها وخوه هذا اسماعيل هرسها هي من هرسها من كسف ديالها ملي هرسها من الكسف ديالها هذا اللي جات ليبان سعينه من غوتو على لا جودان جبنا ليبانس ليبانس تجات في عندهم جابها هزها من تم من هزينا الطفله هزينا بها وحط الطوموبيل والبنت البنت 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 يعني مشات في حاله مثريه اه مشات دابا راه حاله نفسيه صافي كتقول لك صافي نقدر ندير في راسي شي حاجه دابا البنت ها هي وما بقاتش تبان اصلا ماشي مشكل ولكن بالنسبه لهذا السيد هذا منين هذا بدا كيبغي يعني يتفاك معكم ماديا شنو قال لكم يعني قال لك خذي 10 الملايين ديريها في العقد مؤخرا صدق هذا قال لك ديريها في العقد ماشي يعني وعدك عادي تكتب العقد تكتب معاه قلت له انا لا قلت له انا ما عديش والشمس بقات فيا كنمشي كنجي لهنا كنمشي كنرجع هذه هي المشكل يعني انت ما باغاش تنزل على حق بنتي ما باغيش نتنازل على حق بنتي ما باغياش نتنازل عليه وما كتقدرش تخرج انت ما كتقدرش تخرج وكيفاش جاتك انت من 2016 يعني من 2022 وهي هي اللي وقع لها المشكل وباقا في 2024 وباقي ما تشتش هو وقعت فيا الشمته بزاف الشمته ما قادراش صافي بقيت نمشي ونجي وحاز امور الله ملي كتلاقاو به شنو كيدير لكم دابا ملي جينا وقت راه جينا لهنا قال لك انا نتشد عنتشد باقي عنكرفص تعرض لنا حتى شاف واحد الناس جايين هو يهرب كيدير عتريكو على راسو اصلا انا مصوراه بالتريكو ديالو شنو كيدير في الخدمه ديالو كيخدم فلاحه ديالو فلاحه ديالو فريز لافوكا هادشي اللي كيخدم لافوكا وفريز ديالو هادشي واخو كيمشي لصبنيه تحقرنا بزاف تحقرنا قال لكم مشاو سرها عليكم فلوس سرها عليكم فلوس راه عطيت جا عندنا حتى للدار تيقول عطيت عليك 5 الملايين انا ما عندتش دارك الملكي ما دارش خدمته ودارك الملكي ما دارش خدمته ما دارش خدمته ما دارش الخدمه ديالو يعني انتم دابا حاليا تما وخايفين اللي يجي ليكم عاوتاني خايفين اللي يجي لنا تما يبقينا خايفين وكنمشي كنقولها في عد جدرميه وهنايا كنجي للقنيطره كنقول لهم هاد السيد راه بقيت خايفه منه ما نقدرش نخرج راه تعرض لياها في البلاصه الفلان فلانيه وريتهم حتى البلاصه كيتعرض لي دخلتوا هنا شنو قال لكم هاد السيد روشيرشي قول لنا هاد الشيء راه قال لك راه روشيرشي سيري تيتشد ما عندنا ما نديرو له وهو دابا الا مشاو الجندار مشاو تما البلاصه يلقاوه تما يلقاوه موجود انا مشيت ديتو لقيتو موجود يعني كاين في بلاصته كاينه في بلاصته هذه عامين وباقي هو ما تشدش اه عامين وهذه الثالثه من الفلاحه باش كيفلح هو كل عام يوجد الفلاحه ديالو على خاطرو تما كل عام يوجد الفلاحه ديالو على خاطر هاد السيد واخا درتو الشكايه عندك شكايه تما اللي درتو ديال عندي كلشي عندي كلشي عندي شكايات عندي كلشي بالنسبه للعتيد على الاب والابن درتو به شكايه؟ اه درنا شكايه درت به شكايه مهرس راه عندو 30 وبنتي عندها هو اللي عندو 40 عندو 40 كزا وبنتي عندها 30 كزا يعني
يعني بجوجهم عندهم شهوات طبيه. اه بجوج عندهم شهوات طبيه، عندهم كلشي في قنيطره هنا في طبيب المخزن. والبنت الحاله النفسيه ديالها دابا حنا شفناها اصلا الدوره، كيفاش كتشوفيها يوميا؟ يوميا تعقدت، تعقدت بزاف، تعقدت. قالت لي نمشي لشي بلاصه نقدر ندير في راسي شي حاجه. انا بقيت مساعده كنقول لها بنيتي انا مزوقه بك. كان بنات كيصيفطوا لها كلشي، يعني كلشي عارف القضيه ديالها، كلشي عارف القضيه ديالها، واللي معلم مابقاش تقدر تخرج، المجرم باقي طالق، وهو كيمشي ويجي، كيمشي عليك ويجي. كاينه كوم كانش كاينه ما نقولش كاينه، انا كنشوف وساكن حدايا ومن العائله ديالي، ومن العائله ديالي هو دخالي هذا السيد، وتما ساكن حدايا سكنه وحده. واخا باش نوضحوا اكثر، واش فتت البنكاره ديالها ولا شنو؟ يعني الاغتصاب شنو كان نوع الاغتصاب اللي كان فيها؟ صافي الاغتصاب مره صدا معاها. اه واخا اختي دابا منين كتمشي؟ هو ما مجوش، هو ما مجوش، ما مجوش. منين كتمشي عند دارك؟ اه شنو كيجاوبوك منين كتمشي عندهم؟ دابا منين مشيت عند مؤخرًا فاش مشيت صافي تعصبت مشيت الرباط، قال لي ما خدامش عند باك، هذا السيد هذا بادر اللي خدام في الدلالحة في مولي بسلام، قال لي ما خدامش عند باك، وانت عتشوفي شنو غندير لك؟ لا الجدارمية ديالكم مالهم، هما ديالنا هذا، هو الشيء هو قال لي هذا الشيء بحال ملي كيمشيو لك يقول لك ما كنلقاوش. دابا انت عامين وانت معذبه في هذا الشيء؟ عامين وانا معذبه بحق، يعني اللي داير الجريمه باقي ما تشتش؟ باقي ما تشتش، عامين وانا معذبه بحق. والو عامين، هذه انا وبنتي كنطلعوا نهبط، انا وبنتي حتى الراجل ديالي تهرس، حتى بقيت ندعي في الملايا ونهزو في الملايا. واش هذا السيد هذا اللي وقع لكم مع المشكل اللي وقع من الاغتصاب ديال بنتك، واش هو يعني حتى لهالدرجه انه بلطاجي يعني ضربكم وضرب البنت وضرب مازال؟ اه كيلعب في الاعصاب، عنده الاعصاب كيتريني، يعني اه كيتريني هذا السيد كيتريني في الاعصاب، هو كيقول لك باقي كيتعرضنا، باقي كيتعرض السيد، باقي كيتعرضنا، كيقول لك فيما كنت انا غنكون معاكم، كيدير عشد على زيفو على راسه وكاين. يعني حاليا كطالبي انه يعني تم الاعتقال ديالو في اقرب وقت. ما كرهتش هذا هو هادشي، ما كرهتش باش يعني تفتحوا يعني. وانا كنطلب سيدنا، كنطلب سيدنا الله يعطيه صحيحته بالضوء ديال عينيه هو يشوف في محالنا. الله ينصرك، الله ينصرك. وبنتي تعصبت دابا، معصبه ما صافي، ما بقاش معصبه بزاف، هي معايا حاضره وما قدرتش تهضر، بنتي ما قدرتش تهضر، معصبه بزاف. واخا حتى البعد بالنسبه لك، البعد يعني فين كتسكني وني كتوصلي هنا قنيطره باش تجي المحكمه وباش تجي؟ بزاف عليا، بزاف عليا، راه حنا انا في الدلالحه، من الدلالحه نجي لقنيطره، نجي لا ما خدمتش ما نجيش اصلا، كنخدم عليكم. شكون انا خدامه من كنخدم مع الفلاح، مع الفلاح قلت له خدمت ناكل ما خدمتش بوجود الله. يعني نهار ديال حتى الراجل اللي خدام تهرس، تعدى عليه تهرس، وهذا الشيء اللي كنطالب في سيدنا، انا كنطلب سيدنا. واخا عندك امل من خدا الحقوق هي المحامي خدا الملف ديالك، عندك امل انك تاخذ حقك في اقرب؟ بغيت ناخذ حقي، الله يجازيه، الله ينصره حتى هو، الله ينصره. يعني السيد الله يعطيه صحيحته، الله يعطيه صحيحته، وجاء معاون معايا الله يعطيه صحيحته، انا طالبه له صحيحته وصحيحه سيدنا، ينوب عليا ويشوف من حالتي، وانا طالبه له صحيحته، طالبه له نور عيني جلالة الملك، انا طالبه له نصره. شكرا على المشاهدة، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.